مساء الخير على اجمل عيله واجمل ناس في الدنيا كلها. بعتذر كده لو تاخرنا شويه، بس ما تاخرناش قوي. يعني اللايف اللي احنا وعدنا بيه الليله وحلقه مهمه قوي بناء على اللي جالي في الفتره الاخيره على اصدقائي او من اصدقائي اللي هم موجودين على الانستجرام. بشكر كل الناس اللي لمت الدعوه واشتركت في الانستجرام تقريبا بشكل يومي، يعني تقريبا بشكل يومي هنزل لايفات وهنتكلم مع بعض على الانستجرام، لان انتوا استجبتوا وانا شايف التفاعل بيزيد. وادعو اللي ما عندوش انستجرام ان هو يعمل ويشترك، عشان انا بحب ان انا دردش معاكم ونتكلم كده مع بعض، والمواضيع والاقتراحات، وكمان انا بكون نشيط على الانستجرام في الرد كمان بشكل اكبر شوية، يعني لان سهولة الدردشة فيه بتكون اسهل. برحب بكم كده، وهنبدأ في موضوع مهم يشغل بال الكثير. مين فينا مفيش حد شغله؟ مين فينا مفيش حد بيفكر فيه ومش منيمه الليل ومطير النوم من عينه ومخليه مش عارف لا ينام ولا ياكل ولا يشرب ولا يشتغل ولا يدرس؟ كلنا كده، ما نبقاش بني آدمين طبيعيين لو ما كناش كده. بس السؤال الأهم، أنا دلوقتي عايز أعرف، هل الشخص اللي مدهولنا على عيني ده على سبيل المثال، هل هو بقى بيفكر فيا، ولا انا عمال اضيع في وقت وارهق ذهني وعقلي وانا مش في دماغي؟ وعامة هنخش في الموضوع، انا استنيت على ما اتجمعنا دلوقتي، وصلنا اكتر من 30 اول، وهنبدأ ندخل اقوى علامات. وانا كنت عملت الحلقة دي قبل كده، ولكن النهاردة هزود. برحب بيكم سريعا كده، النهاردة انا هزود واقول اول علامة. نبدأ بقى بالعلامات البسيطة كده لحد ما نوصل للعلامات اللي هي القوية. النظر إليك باهتمام، ده لو أنت بتشوفه أو بيشوفك. النظر إليك باهتمام، طبعا أنا بتكلم راجل أو ست مش هتفرق، أو لو هو خجول بقى خلي بالك، النظر إليك بطريقة غير مباشرة. تمام، في حد بيقول لي ما فيش صوت، طمنونا يا جماعة الصوت رجاء. النظر الشخص ده بيتسنتر كده، بينزل عليه سهم الله، يبقى عامل زي التمثال، يبقى عامل زي التمثال اول ما بيشوفك، او يحاول ان هو يسرق كده نظرة، واول ما انت عينك تيجي في عينه يعمل نفسه مشغول بحاجة تانية. يبقى دي علامة بسيطة ومهمة في البداية. تاني حاجة، ارفك في الحلم. الشخص ده ارفك في الاحلام. ما انا لما اقول انت مش عارف تنام ليه، يبقى ده السبب بقى، هو ارفك. كل ما تنام يجي لك، مش شرط كل يوم يعني، بس باستمرار بتحلم بيه. ونوعية، خلي بالك بقى دي حتة، عشان حد برضه كانت في صديقة بعتت لي على الانستجرام بتقول طيب احلم بيه في اي يعني صورة ولا صور معينة؟ لا، الحلم حتى ايجابي، بمعنى لو حتى ما فيش بينا كلام، او لو حتى احنا زعلانين مع بعض، انا بحلم ان احنا في ورود وجنان وطايرين وبنضحك وبنجري ورا بعض، وهو بيديني ورد وانا بديله هدايا. هي كده، ما هي دي من العلامات بقى اللي تؤكد لك مليار في المية ان هو بيفكر فيك ومشتاق ليك، وان كان هو حتى بيقول عكس كده، بس اللي جواه هو اللي احنا عايزينك او عايزينك ان انت تعرفيه. يبقى أول حاجة خلاص احنا قلنا النظر إليك باهتمام أو طريقة غير مباشرة. تاني حاجة الحلم، بس الحلم بحاجات حلوة، أو أغلب ما أنت بتحلم بيه بيكون مواقف جيدة. وأنا رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك كالعادة، وشيروا على قد ما تقدروا، توصل بقى لبقية أصدقائنا رجاء نجاوبهم ونساعدهم في الأسئلة دي. تالت حاجة، البحث عن الأسباب للالتقاء بيك. الشخص ده بيحاول حتى على السوشيال ميديا، تخيلوا، بيحاول يتصيد الفرص او يخلقها عشان يكلمك، عشان تتكلموا تدردشوا سوا. يبقى بوست ملوش اي علاقة ويعمل لك اشارة مثلا، او يعمل نفسه بيبعت رسالة وبعتها بالغلط وفاهمين. ما دي كلها بقى حاجة جاية، احنا قافشينها لان احنا حبيبة قدام اكيد كلنا، فاحنا قافشين. فدي برضو من العلامات، احنا بنجمع مجموعة علامات مع بعضها. لو العلامات النهاردة دي كلها موجودة، تأكد بقى شور اكيد ان الشخص ده متيم ومهووس بيك. خلي بالكم بقى من العلامة الرابعة دي، القوة بقى، دي العلامات القوية بقى، انه بيجي في بالك ولكن تلقائي. يعني انا دلوقتي سمعت محمد ابو زيد بيقول اللي هتفكر فيه هيفكر فيك، فقعدت اجيب في صور وافتكر فيه واتكلم عنه واتكلم بصوت عالي عشان افكر فيه. لا، هو انا قاعد كده لا بيا ولا عليا، ولاقي خلقته كده قدامي.
ده انا هفاجئكم بعلامات اقوى دلوقتي كمان. يعني الاقي الصورة كده قدامي، هو بيجي في بالي تلقائي، هو بيشغلني تلقائي، انا مش متعمد حتى ان هو يجي في بالي، بس هو بيجي تلقائيا كده. تفكيري فيه دايما تفكير ايجابي، حتى لو هو عمل الغلط معايا، او لو هو اللي مزعلني، او لو هو اللي بعد عني، بس وانا قاعد مع نفسي كده عمال بفكر قد ايه هو جميل، وقد ايه هو لطيف، وقد ايه هو كان انسان حنين. يعني يبقى احنا ارتبطنا مثلا 2 أو 3، ما عملش غير موقف واحد حلو، وبقيت المواقف منيله ب 60 نيله على عينه، انسى انا كل الوحش وافتكر الحلو. هو الموقف الحلو لما جاب لي الهديه، لما مسك ايدي، لما مش عارف، هو ده اللي انا بفكر فيه، او اغلب تفكيري فيه بيكون بهذا الشكل او بهذا المنطق. في علامه كمان ان انا احس ان هو جنبي، بس دي بقى ان انا بكون متيم بيه. يعني في علامه كمان احس انه قاعد معايا، احس انه انا كلمتني واحده على الفيسبوك من حوالي اسبوع او اكتر، وانا مش متذكر اسمها، وقالت لي انا بحس ان هو بيلمسني. يعني متخيلين الموضوع وصل لحد فين؟ لو بدات اروح في النوم كده احس ان هو جنبي وبيلمسني، وساعات اتكلم معاه، متخيلين لحد فين؟ فاه دي من العلامه. هل دي تعتبر من العلامات الدالة والقوية؟ من أقوى العلامات ده. أنت كده معناه إن حتى درجة الشوق اللي بينكم أو التعلق عالية وكبيرة قوي ومميزة كمان، تحس إن هو لمسك، تحس بصوته حتى هو مش موجود، بكلمة معينة كان بيقولها. العلامة اللي بعد كده، وأنا هختم بعلامة بعد دي، هي الأقوى ومهمة جدا. خلي بالكم دايما تفكيرك فيه أو تفكيرك فيها مصحوب بحنين. يعني مصحوب كده بحنين وشو؟ يعني مثلا انا شخص بطبعي على سبيل المثال غليظ وعنيد وعصبي، بس ساعة ما افكر فيه او فيها على سبيل المثال اي اختلاف بقى، انه الاقي نفسي بقيت هادي وبقيت حنين وبقيت الدنيا معايا، حسيت ان قلبي كده مفتوح، حالة كده من الحالات اللي صعبة على الإنسان إن هو يوصفها. عايز شاعر يكون قاعد معايا عشان يكتب، ما أنا معرفش إن أنا أشعر، بس أنتوا فاهمين. دايما التفكير مصحوب بحنين، بمعنى إن يعني إيه، أنا ممكن أسيب أي حاجة دلوقتي بس أسمعه، بس أشوفه، بس أتكلم معاه، بس ألاقي رسالة منه، بس يطمن عليا، بس يسأل عليا. فاهمين؟ العلامة اللي بعد كده وتعتبر من أقوى العلامات، مهما كانت الظروف معقدة والبعد هو المكتوب أو المفروض، عندي أمل، عندي أمل إن إحنا هنلتقي، إن إحنا هنجتمع، إن هيجي يوم وهنكون مع بعض، مع إن المنطق بيقول لا. تخيلوا، مع إن المنطق بيقول لا، بس أنا عندي أمل إن إحنا هنتجمع، هنتقابل، هنبقى مع بعض في يوم. هو نفس الكلام، أنت مادام الموضوع وصل معاك بالعلامات دي أو معظم العلامات دي، الشخص ده بيفكر فيك تعبان زيك وأكتر، نفسه يرجع لك زيك وأكتر، نفسه يشوفك، نفسه يقابلك. هو الموضوع، هو مش تبقى أنت بتفكر فيه وهو نايم أو هو مقضيها مع حد تاني، لأن في بعض الناس يعني بيختلط عليها الأمر. هي العلامات دي، العلامات دي موجودة دلوقتي، أنا أقدر أعرف. ودي من الحاجات الجميلة لما تتعمق أنت في علم النفس بقى، وتخرج بحاجة جميلة زي دي. يعني أنا قاعد كده ممكن أعرف، وبالذات المرتبطين بقى، أعرف هل الشخص ده بيفكر فيا، هل الشخص ده، ما هو عشان كده دايما اللي دارس علم نفس محدش بيعرف يضحك عليه. خلي بالكم ليه؟ دايما الشخص اللي دارس علم نفس او تنمية بشرية او الكلام ده كله، ما تعرفش تكسبه. دايما تلاقي حياته فيها شيء كبير من الاستقرار، وبيعرف يتعامل مع الناس. فانا بقول ان دايما علم النفس ده جميل قوي يا جماعة، وحلقاته ودروسه ما يتشبعش منها. واللي يعني اللي بيتعمق فيه ما يقدرش يستغنى عنه،
ما يقدرش ان هو يشبع. يعني العلم كمان ما فيهوش العلم العلم، لان كل يوم في حاجه جديده، كل يوم بيبهرونا بحاجه جديده، كل يوم بيقولوا لنا شوف دي، شوف القنبله اللي انت مش هتصدقها دي، تخيلوا في ايه، فيعني خلاص دي تخيلوا في ايه، فيعني خلاص ما بقى. فالنفس البشريه مدروسه ومفهومه ومعروفه بشكل اصبح مذهل بشكل. بس طبعا في ناس دلوقتي ما عندها الصبر، في ناس تقول لك لسه هسمع ولسه، فاهمين، في ناس تايهه ومتوهه نفسها ومتوهه اللي معاها. اكتبوا لي ارائكم بقى في الحلقه دي، ولو حد عنده اي سؤال في موضوع الحلقه، يعني مثلا شايف العلامات دي موجوده يقول، شايف العلامات دي ناقصه يقول، عايز يسال عن حاجه معينه فردوا عليا، قولوا لي ايه رايكم في الحلقه، واللي عنده سؤال واحنا مع بعض كده ندردش على اللايف مع بعض، ما عنديش اي مشكله هاخد الاسئله ايا كانت الاسئله، حد عنده اي سؤال انا معاكم. وبشكركم جدا يا جماعه، الناس اللي اشتركت جديد واللي قال لحد واللي خلى حد يشترك، انا بشكره جدا، ويا ريت نستمر في كده. انا وعدتكم لو العدد بيزيد على الانستجرام هنعمل باستمرار، باستمرار حلقات بيبقى شيء مشجع، وبحس ان المواضيع بتلقى استحسانكم، يعني هو ده المطلوب. لو سمحت حضرتك توافق انثى حمل مع رجل الجدي، صعبة صعبة، المركب اللي هي ليها ريسين بتغرق. ايوه عايزة بقى نقعد مع بعض كده ونشوف، والانثى لازم تتنازل شوية هنا، لان الرجل في التوافق ده صعب. حاجك صح، تسلمي لي، ربنا يخليك. عندي دكتور والنبي وهو بعيد نفس الاحساس، والله ما فهمت دكتور والنبي حتى هو بعيد. ايوه هو بعيد، ايه المشكلة ده، لو في بلد وانت في بلد تانية، لو هو في امريكا وانت في اسيا، لو هو في امريكا وانت في استراليا، لو هو في لندن وانت في القاهرة مثلا، او في بلد افريقي او شمال افريقيا، ايوه بعيد، ايه المشكلة ده. انا مش عايز اقول لو العلاقة على النت، هي الاحاسيس واحدة. هل السرطان والميزان متوافقين؟ صعبة جدا، ما فيش في التوافق حاجة اسمها مستحيل، ولكن في حاجة اسمها صعب. عندي سؤال، امرأة الاسد اذا انظلمت من صديقة، لو حبت، لو حبيب ماذا تفعل؟ والله ما فهمت. البرج اللي بيحب برج الحمل ايه؟ الاسد قوي. اللي عنده سؤال يا جماعه في الحلقه الاول يسال، وبعدين ناخد الحلقه الاسئله الخارجيه. احنا بقى يعني سهرين مع بعض كده، نلعب ونهزر ونضحك، مفيش مشكله، بس خلينا نمشي بنظام شويه. لو حد عنده سؤال في الحلقه الاول ناخد الاسئله دي، وبعد كده بقى الاسئله الخارجيه، ما عنديش مشكله. انا عامل اللايف عشان ادردش معاكم. انا بعت لك كذا مره وانت ما بتردش، انا اسف. اي حد بعت له انا اتاخرت عليه، والله اسف. بيبقى غصب عن الحياه ساعات، بيبقى فيها حاجات غصب عننا، يعني بتشدنا كده او بتشغلنا. ايه اعرف ان رجل الاسد بيحب انثى الحمل؟ والله رجل الاسد ده مفضوح، بيبان عليه، يعني ما بيسترش زي رجل الحمل كده. اذا حب بيتنيل على عينه، تلاقي عينه. بص انا هقول لكم، دخلنا في حلقه تانية، ما كنت عايز اعمل دي حلقه بكره، كنت هقول لكم علامات الحب عند الرجل، بس انا هقول علامه واحده وإن شاء الله نحاول نعملها في اللايف بكرة. يعني اتساع حدقة العين، ده رجل الأسد حتى معروف عنه لما يشوف حبيبه، والحب بيبان عليه قوي، وممكن يعمل تصرفات حمقاء، خلي بالكم. يعني رجل الأسد ممكن تحس إن هو خفيف، مهووس، مدلوق في وجود الشخص اللي هو بيحبه، واخدين بالكم؟ وبعدين رجل الاسد شجاع، انا عايز اقول لك ان هو لو بيحبك بجد قوي هيفضل يلف حواليك لحد ما يعترف لك، وهو بيحب ان هو يفوز بالمنافسه يعني دايما. امراه الاسد ماذا تفعل اذا تعرضت للظلم؟ والله المعروف عن امراه الاسد ان هي ما بتسيبش حقها، فهتحاول ان هي ترد اللي اتعمل فيها. لمعة العيون هي اتساع حدقة العين يا شذا. تحية من لبنان، أهلا بكم كل أهل لبنان. حد عنده سؤال يا جماعة؟ احنا مع بعض اهو، جوه الحلقة بقى بره الحلقة، توافق العلاقات، علم النفس، علم الفلك، أنا معاكم في أي حاجة. احنا بنزيد اهو ما شاء الله فلشة، ونعدي نبقى رقم كويس يعني موجودين. هل امرأة الأسد جذابة جدا؟ امرأة الأسد صاحبة الكاريزما الأكثر سطوعا، زي الشمس، زي الشمس. عارفين الشمس؟ هو في حاجة جذابة في اللي بتبرق وبتلمع أكتر من الشمس؟ ده جاذبيتها قاتلة، ده تصيب الرجال في مقتل.
طبعا انا عشان لو نزلت الحلقه دي على الفيسبوك واليوتيوب بعد كده، اللي هو داخل عشان الحلقه هنا انتهت، الباقي ده بقى جزء دردشه عشان ايه اصدقائنا برضو، يعني مش هنتكلم في الموضوع تاني، احنا هناخد اسئله اصدقائنا. من غيرته اقوى الميزان ولا القوس؟ الميزان طبعا. شرحك يسعد لي يا ربي، يا ربنا تسلمي، يا ربنا يخليك. انسى الدلو ورجل التوافق ده متعب قوي. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم توافقات كده صعبه جدا وهي الاصعب في علم الفلك بالنسبه للدلو. الدلو والحوت، الدلو والسرطان، الدلو والجدي، الدلو والطور. الاربع ابراج دول تحديدا وبعدهم العذراء، بس خلينا في الاربعه دول، مفيش عمار بينهم وبين الدلو رجل او امراه في العاطفه وليس في الصداقه، عشان برضو في اصل خلي بالكم، ودي برضو حتة محدش يعرف، توافق العاطفي شيء وتوافق الصداقات شيء وتوافق نفس الجنس شيء، يعني ولد راجل مع راجل غير ست مع راجل، فاهمين؟ بمعنى عشان كده انا بقول لما حد يسألني في التوافق يوضح. توافق الرجل الدلو مثلا مع انثى الاسد غير التوافق لما يبقى اتنين دلو، غير التوافق لما يبقوا الاتنين إيه اسد، غير التوافق هما الاثنين بتجمعهم صداقه، غير التوافق لما يكون بيجمعهم ارتباط عاطفي. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ حضرتك مفيش تواصل تليفوني؟ لا والله لسه ما عملناش رقم، بس انا ناوي ان انا اعمل رقم خاص للدردشه ان شاء الله، بندرس الموضوع ده يعني كويس. العلاقه تسلمي لي، بس كويسه يا رجل الحوت وامراه اسد، يعني امراه الاسد بتدي بالشبشب وانا قلت. ما هو انا بصوا يعني ايه حاكم، انا بحب علم الفلك قوي قوي، ومن كتر ما انا بحبه بحاول ان انا يعني ادق الاشياء، تلاقوني بدعبس وادور فيها. فانا وصلت من معرفتي بشخصية انثى برج الاسد لحاجات كتيرة قوي، منها ان هي بتدي بالشبشب. اولا التوافق في علم الفلك لا يتخطى ال 55% ما بين رجل الحوت وانثى الاسد. المشكلة ان الرجل ده غلبان وحنين مهما كنت شايفاه عكس كده، وعهده قريب وبيجي بسرعة وبيتصافى بسرعة وكل ده، وامرأة الأسد بتضرب بالشبشب وعصبية جدا ورتم حياتها أسرع منه، فده هيعمل مشكلة معاه. عارفة لو العكس، لو هو الأسد الرجل والأنثى هي الحوت، أقول لك احتواء أنثى الحوت هينجح العلاقة دي بنسبة أعلى. من هي الأبراج اللي تجيد التمثيل؟ العقرب، الميزان، الجوزاء، الثلاثة دول على رؤوس الأبراج كلها اللي تجيد التمثيل واللف والدوران واللعب بالألفاظ واللعب بالحركات، أبراج الحوارات. والله حلقة حلوة يعني، أنا بشكر صديقتنا دي جابت لي فكرة حلقة حلوة، أبراج الحوارات نعملها إن شاء الله قريب ونرتبهم كده من ال 12 لحد المركز الأول. من هي الابراج الاكثر روحانيه؟ انا عامل حلقه مخصوص مرتب فيها كل الابراج من ال 12 للاول عشان الموضوع كده هنخش في سكه بعيده. ادخل على اليوتيوب اكتب الابراج الاكثر روحانيه محمد ابو زيد او ابو زيد، هتظهر لك الحلقه اسمعيها فيها شرح بالتفصيل لكل برج. مرسي اخ محمد، وجد ليس مجامله، انت احترمك وتسلمي لي، ربنا يخليك يا منى. رجال الابراج يعبر عن حبه بالتجارب، انا عامل الحلقه دي امبارح وموجوده على الانستجرام والفيسبوك واليوتيوب. هل هناك توافق بين امراه الاسد طالعها الجدي مع رجل السرطان؟ والله التوافق مش عالي، يعني انا العلاقه دي هنديها 55% وكده انا مكرمكم 5%، يعني هي العلاقه المفروض 50 بس انا ما دام انتم مرتبطين هكرمكم في 5 من عندي. لا الموضوع فيه نكد وفيه دراما وفيه تكبير للقصص وفيه اتهام، كل طرف بيلقي اللوم على الاخر، والموضوع محتاج منكم قعده لطيفه او اكتر من قعده عشان تحطوا النقط على الحروف. ماشي يا دكتور زيد على عقروبه، اشوف فيك يوم، انا مش عارف بتدعي عليا ليه، بس بليز ممكن تجاوبني على ايه؟ علق هنا. هل برج القمر اقوى من برج الشمس؟ يا جماعه ما بتحسبش كده، انا عامل حلقه عامه عن الطالع والبرج القمري والبرج الشمسي، ولكن احنا اعتمدنا في الاساس على البرج الشمسي، ودايما انا ايه بقولها والباقي مكملات. هعمل لكم حلقه ان شاء الله قريب وندور ونفهم الخفايا اللي هي ممكن تكون واقعه من اصدقائنا دي. انا ماشي بحسب طلباتكم.
توافق انثى الحوت مع رجل الحمل، وناخد ده اخر سؤال عشان ما اطولش عليكم بقى. يمشي، تحتويه، تتحمل عن جهيته وعصبيته شويه بس هتيجي على نفسها، وهي اوريدي الحوتيه بتيجي على نفسها. انا بشكركم جدا، يا ريت لو شايفين الحلقه مفيده شير ولايك، شيروا على قد ما تقدروا، لايك قولوا لاصحابكم، قولوا لقرايبكم. احنا لو عدد، والله بكلمكم بجد، لو العدد زاد بشكل كويس كل ليله هنعمل لايف على الانستجرام، بكلمكم بجد ان شاء الله. يعني بشكركم جدا على المتابعه، ويلا بقى تصبحوا على خير، واقسم بالله هتوحشوني.